إن شاء الله نبدأ النهاردة اليورينري سيستم. بداية كده عشان نبدأ فيه لازم نكون أخدين بالنا من السيرفس أناتومي أو الشكل التشريحي كده. أفكركم بيه على طول إنهم في تو كيدنز في البلفس بتاع الكيدني، بتلاقي فيه داخل الأرتريولز وداخل أو الرينال أرتري وده وخارج منه الرينال فين، وخارج منه كمان اللي هو اليوريترز، واليوريترز دول بيجمعوا في الاخر للوان بلادر، والبلادر بتطلع اليوريثرا الى اوتسايد. الفانكشن مينلي بتاعت اليورينري سيستم من الاسم بتاعها هي فورميشن اوف يورين. طبعا في فانكشنز كتيره جدا بتبقى معاها، واللي بيساعدها في الفانكشن دي الاستراكشر بتاعنا. لو خدنا فيه قطاع طولي كده هنلاقي الشكل بتاع الرينال فين والرينال ارتري والبلفس اللي طالع منه اليوريترز. هنلاقي الاستراكشر الداخلي كده، لو خدنا منه قطاع اكتر شويه قربناها اكتر هتلاقي فيه واضح فيها الايه الجزء الخاص بالكورتكس، ده جزء الكورتكس، والجزء اللي ايه اللي تحتيه اللي هو المظله دي الكورتكس هنا، وفيها عدد كبير جدا من النيفرونز. دي الكورتيكال اريا، والجزء البيراميدال ده اللي هو الايه الميدالري اريا على شكل الهرم. طبعا بالنسبه للفانكشن بتاعت الكيدني هتلاقي الاكسكريشن اوف ويست برودكتس والميتابولايتس. الويست برودكتس بتاعت الميتابوليزم اللي بتتم، وهتلاقي عندي برضو في الايه الووتر اند الكترولايت بالانس. الميتابوليزم بيخرج منه ميه وبيخرج منه بعض الويست برودكتس زي اليوريك اسيد، زي البيليروبين، زي الكرياتينين، اليوريا. كل ده لازم الجسم يعمل له هوميوستيزيس، لازم يمنتين الكدني. الكدني بتعمل مينتيننج للهوميوستيزيس، فبتظبط نسبه الالكترولايتس الى الووتر. اي ويست برودكتس موجوده بتخرجها على طول، على برضه تعمل اليمينيشن ليها كمان للتوكسينز او اي فورين كيميكلز موجوده عندي جوه الجسم. في ريجوليشن للبلاد بريشر عن طريق ان هي بتفرز الرينين. الرينين ده بيبقى فازو اكتيف ماتيريال، وبيساعد بعد كده كمان معانا اللي هو عمليه الفازو كونستريكشن. لو في حاله انخفاض الضغط هو يعمل فازو كونستريكشن فيزود الضغط، او في حاله ارتفاع الضغط يبتدي ما ينزلش ويبتدي يعمل هو كمان يعمل الصوديوم والووتر ريليز والسكريشن بتاعتها نخرجهم ايه بره الجسم. طيب في ايه كمان ريجوليشن اوف اسيد بيس بالانس عن طريق الايه الريجوليشن بتوين ال HCO3 وبين الهيدروجين ايونز زي ما هنشوف بعد كده. ريجوليشن اوف اريثروسايت فورميشن، وده عن طريق ان هو بيفرز الهرمون الاريثروبيوتين. الاريثروبيوتين هو بيعمل ستيميليشن للار بي سيز برودكشن، وبالتالي لما يقل في الجسم هيأثر على نسبه الايه الانتاج الار بي سيز. وطبعا احنا في الحاله دي بنواجه المشكله الاساسيه دي بان في حاله الرينال ديسفانكشن او في الرينال فيلير بنفقد القدره على افراز الاريثروبيتين، وبالتالي بيقل الاستيمولس المؤثر الاساسي في انتاج الار بي سيز، وبنبتدي نلجا الى الليفر اللي هو بيبقى مسؤول عن 15% من افراز الاريثروبيتين. الريجوليشن بتاعه الفيتامين دي ان هو بيعمل له اكتيفيشن، وبالتالي هنا بيساعد على امتصاص الكالسيوم من الانتستين ويحافظ على الاستراكشر بتاعه العظم، لان الكالسيوم داخل طبعا في تركيب العظام. الجلوكوز سينسيس، وده بيتم او الجلوكونيوجينيسيس اللي هي انتاج الجلوكوز. كلمه جلوكوز جلوكونيوجينيسيس يعني انتاج جلوكوز جديد، جينيسيس اللي هو التخليق، during prolonged fasting لما يكون الواحد صايم لمده طويله. وانتاج البروستاجلاندين، البروستاجلاندين هنا حاجه من الايه الانفلاماتوري انديكيتور يعني الموجوده، حتى احنا يعني ايه لما بناخد الاسبرين كانتي انفلاماتوري بيوقف انتاج البروستاجلاندين، وبالتالي بيمنع حدوث الايه الانفلاميشن او بيقلل الانفلاميشن شويه. كمان من الايفكت بتاعه ان هو ممكن بيساعد على افراز، زي ما خدنا في الجي اي تي المره اللي فاتت، ان هو بيساعد على افراز الميوكس سكريشن من الاستومك، وفي حاله ان احنا بناخد الاسبرين بيوقف انتاج البروستاجلاندين اي اللي هو بيساعد على افراز الميوكس، وبالتالي يعمل عندنا الالسر اللي كانت بتتكون عندنا.
ده بالنسبه للكدني، فهو هنا بيبقى بيفرز البروستاجلاندين، يبقى بيساعد في حاجات تانية بطريقه غير مباشره. طيب التايبس بتاعت النفرون او النفرون عامه، النفرونز دي هي الفانكشنال يونت اوف ذا كدني، يعني هي الوحده الاساسيه للشغل في الكدني. كل كدني تقريبا فيها 1 مليون او اكتر من النفرونز. عندنا نوعين من النفرونز، عندنا فيه الكورتيكال وده يمثل 85%، وعندنا الميدالري ويمثل 15%. طبعا اسمهم in relation to البليس اللي هم موجودين فيه او الاكستندد ليف. الكومبوننت بتاعت النفرون بيتكون من الافرنت ارتريولز، وده بيبقى بياخد الدم من السيركيليشن يوديه للجلوميرولس. الجلوميرولس هي سايت اوف فلتريشن. الجلوميرولس دي اللي هي الكوره دي عباره الكوره ده هي او البدايه اللي هي بتاعت النفرون هنا اهي، دي اللي هي الجلوميرولس. والجلوميرولس هنا داخل فيها الافرنت اهو، ادي الافرنت داخل ليها وده الافرنت خارج منها، ودي هي الجلوميرولس نفسها، وده الجلوميرولس كبسول او بالباومنز كبسول، وهو بيؤدي على طول الى بينقل السيركيليشن، بينقل المحلول اللي هو تم عمليه الفلتره ليه الى داخل الايه البي سي تي، يعني وديه على البي سي تي. فنلاقي هنا في الاستراكشر عندنا الافرنت اللي هو اللي داخل، وده بينقل الدم الى الجلوميرولس، وده وطبعا هنا الجلوميرولس هي اللي بتبقى الفلترت، وبتشتغل نون سبيسيفيك فلتر، ما بتختارش اي حاجه، كله بتتنزل كل الماتيريالز اللي محتاجينها ومش محتاجينها كله بيحصل له فلتريشن، واللي بينتج ده بيبقى اسمه ايه فلتريت. عندي بعد كده الافرنت ارتريولز اللي بتاخد الدم من الجلوميرولس وبتخرج بيه على بره الى السيركيليشن. عند البريتيبولار كابيلاريز، ودي اللي هي الاشعارات الدمويه المحيطه بالكابيلاريز اللي هي بتجمع ما يتم اعاده امتصاصه. التوبولار كومبوننتس اللي هي الباومنز كبسول، ودي هي القشره المحيطه او الساك المحيطه بالباومنز كبسول، دي محيطه بالجلوميرولس وبتنقل الفلويدز بعد ما يحصل له فلتريشن من الجلوميرولس الى البي سي تي دايركتلي على طول. طبعا طبقات الخلايا اللي فيها اكيد خدتوها في الهيستولوجي، اللي هي عباره عن الوول، الانتاير وول بتاعها بيتكون من سنجل لاير من الابيثيليال سيلز والبيزمنت ميمبرين. الابيثيليال سيلز دي موديفايد ديفرنت بورشن في التبيولز، بعد كده بتتغير شكلها على مدار التبيولز، ونشوف شكلها بيتغير حسب الفانكشن اللي بتعملها. عند البروكسيمال تبيولز بيبقى هنا ان كنترولد ري ابزوربشن وسكريشن سيلكتد لبعض الحاجات. اللوب اوف هانل بيبقى عندنا استابليش، بتعمل الوظيفه الاساسيه بتاعتها استابليش الاوزموتيك جراديانت في الرينال مدله، وطبعا هنا بتبقى الابيليتي بتاعتها ان هي ايه بتعمل كونسنتريشن مختلفه من الايه من اليونين. الديستال كونفوليوتد تبيولز والكولكتنج داكت هو كنترول الصوديوم والووتر ابزوربشن وسكريشن اوف هيدروجين اند ايه اند بوتاسيوم. الشكل الاساسي بتاعنا كده زي ما قلنا، بالدم بيدخل من هنا، بيدخل من الجزء ده، بيدخل الى داخل الجزء اللي هو بتاع الكابيلرز هنا في الكابيلرز، وبعدين يخرج من الناحيه الثانيه يخرج افيرنت. بعد ما بيحصل فلتريشن هنا، الجزء اللي جوه هنا بيبقى اسمه انترا كابسولار كابيلري، والانترا كابسولار فلويدز، الانترا كابسولار كابيلرز دي اللي بيبقى جواها الدم اللي جاي من الافرن، والانتركابسولار فلويدز اللي هو اللي بيطلع منها اللي بيطلع فيها الجزء اللي بعد ما يحصل له فلتريشن. طبعا هنا عندي بالنسبه للاستراكشر بتاعنا اللي هو جاكسترا جلوميرولر ابريتس، وده بيتكون من بعض السيلز الموجوده ان هي بتبتدي برضو تديني كمؤشرات اللي هي ده هي انا والماكولا دنسا وكده، دي بتبقى زي مستقبلات للصوديوم، وتعرف نسبه الصوديوم في الدم كام ونسبة المية قد ايه، فابتدي تبتدي تعمل عندي ايه الوظائف بتاعتها اللي هي المحافظة على الايه نسبة الاوزمولاريتي او درجة الاوزمولاريتي اللي موجودة. نيجي للنفرون نفسها ونقف هنا وقفة شوية كده، انا عايز كل الناس تركز جدا في الجزء اللي احنا شغالين فيه ده اللي هو الخاص بالنفرون، لان النفرون هي زي ما احنا قلنا هي الفانكشنال يونت بتاعت الكدني، وهي الاساسي في الاستراكشر بتاعنا. الفانكشن كله بيدور حواليها، الفانكشن عندي بيدور حواليها طبعا، لان هي تعتبر جزء الايه الاساسي.